السعارات يلا شوف. ذلك ملكنا محمد السادس. 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 عيش يا ملك. ذلك عبد شعبه. عيش يا ملك. عيش يا ملك. ذلك عبد شعبه. شلالات تندد بالخرجة الإعلامية الغير المحسوبة العواقب للأمين العام للأمم المتحدة. ونحن شعب ومجتمع مدني وساكنة عين حرودة عمانة المحمدية والشعب المغربي من طنجة للقويرة دائما وسنبقى دائما مدافعين وجنود مجندين للدفاع عن وحدتنا الترابية. ونعتبر أي قرار أحادي الجانب وأي خرجة إعلامية أحادية الجانب فاقدة للصواب وغير مجانبة للصواب وغير شرعية من الناحية القانونية. أقول كلمة إلى بانكيمون. أقول كلمة لبانكيمون. يا بانكيمون أنت لم تستطيع أنت أن يعني أن تجد حلا للمشكلة القائمة بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. الآن هم يتقاتلون وأنت لم تجد حل لهاتين الدولتين الشقيقتين. فكيف تأتي من كوريا إلى المغرب وتريد من الجبهة البوليزاريو أن يكون لها حق في صحرائنا؟ أبداً أبداً لن نسمع في حبة رمل من صحرائنا. ونقول الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. وعاش الملك في المغرب وفي المغرب العربي وفي أفريقيا وفي العالم. ونحن كقطاع الصيد التقليدي على المستوى الوطني راغبين أن ندير مسيرة فوق البواخر والقوارب الصيد التقليدي والساحلي من طنجة إلى القويرة على ظهر القوارب والصحراء تبقى مغربية. وتحية لقطاع الصيد البحري على المستوى الوطني.